من يأتمر بأمر الآخر أحمد أم كلاهما؟ الطرفين كلهم بيأتمر بأمر الثاني حسب ما بيجي من الرياض ومن واشنطن. ألا ترى أنهم يضحكون على الشعب بهذا الأسلوب؟ والله 33 سنة تضحك على الشعب اليمني من طرف الله طرف علي عبد الله الصالح، ما عسرش يعلم عبد ربه وأحمد علي. نعم طيب شيخي، يعني التهدئة التي كانت برعاية نائب رئيس الجمهورية هل ما زالت قائمة؟ برعاية جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، أنا ما أوقفت الحرب لا احتراما وتقديرا لجلالة الملك ثم للنائب بعد طلبه. هل ما زالت قائمة؟ من جهتنا نعم. هل تتوقع أن يحصل شيء أو يعود أو؟ اقرأ ياسين وفيدك حجر. طيب الآن المجازر، وهذا سؤال أعيده مرة أخرى لأنه فعلا نرى دمار كبير، من يتحمل هذه المجازر الآن اللي تحدث إما عند القبائل أو في كل محافظة جمهورية؟ المئات من القتلى، المئات من الشهداء، الآلاف من الجرحى، المئات المختطفين، من يتحملها؟ يتحملها بقايا النظام، يتحملها أولاد علي عبد الله صالح، يتحملها نائب رئيس الجمهورية، من يتحمل هذا؟ يخرجوا وسهل، يتوكلوا على الله وسهل، فندبر أمورنا يا من حصل عنده دمار وخراب، المهم يزيحوا. طيب يعني ألا يعني ما رأيك في الأفراح؟ الآن كنا نستبق للأشياء مقدما. لا لا الآن ستة أشهر في الثورة. إن أقصد لك بالنسبة لمن حيعوض ومن حيتحمل لا قد نستبق. لا نريد أن يعرف الشعب من يحاسب الآن، من وراء. سنطالب عبر محكمة الجنايات الدولية وسنطالب عبر الحقوقيين في اليمن والمحامين وغيرها. احنا وغيرنا. ما قصة او ما حكاية لجنة تقصي الحقائق، هل زارتكم هنا؟ حقينا التابعة للأمم المتحدة. لا زارونا. زارونا. من اجل ماذا؟ حق حقوق الانسان. طيب يعني الان يعني حدث يوم 9/6 ويوم الخميس يوم 7/7 ويوم الاحد يوم 7 عندما ظهر علي عبد الله صالح، راينا افراح واطلاق خاص بآلاف وحدوث يمكن أكثر من يعني عشرات القتلى وعشرات الجرحى، يعني برأيك هل الأفراح يعني بظهور علي عبد الله صالح تكون سببا في قتل أبناء اليمن؟ والله هذه عقلية الجهلة، والله عبارة عن زغردة من النسوان أو ما يقولوا، وحفل ساهر ولا حفل مسيرة فرح الصباح ولا الظهر ولا معناه ذا كانت يوم جمعة يوم ثاني. وللأسف أن كلمتي جاءت في يوم 7/7 للأسف الشديد. ما دلالتها؟ لماذا اختار يوم 7/7؟ أنتاري ما دلالتها وكل يمني يعرف دلالتها، لكن أبناء المناطق الجنوبية يعني استاءوا من هذا. وهو احنا ما بنقول لك هو نتيجة هذه، ونحن مستاءين أكثر منهم من أخواننا في المحافظات الجنوبية، واعتقد انها مقصود. طيب الامر الثاني عندما يتكلم عن الحوار وتقاسم السلطه ثم بذلك يعني سنقابل التحدي بالتحدي، يعني على ثلاث تناقض دائما في خطاباتي من ثلاثه انسان نفسها. هو علي عبد الله هو لو يبعث من القبر او رجع من باب المجنه او الثلاجه على لن يتغير. طيب شيخ، وهو السؤال كبير الآن، الناس يعانون هذا الأيام قطع الكهرباء والمشتقات النفطية، الغاز، البترول، قطع الماء، الناس يعيشون فعلا في يتجرعون الأمرين. برأيك الآن الإعلام أو السلطة وبقايا النظام يحملون المعارضة ويحملون لقاء المشترك أنهم وراء هذا الانقطاع وغياب المشتقات النفطية، من يتحمل عقاب الشعب اليمني، عقاب اقتصادي؟ بقايا السلطة كلها. ولا بالله عليك نعم. أنا عد على ما قال لك اليوم الأول، مدري هو كلمك أنت اللي قال لي كان مع محمد بن عبود إيه؟ هل بيطلب واحد يقطعوا عليها الكهرباء ويصير يقطعها؟ صحيح. ولا يخلي سيارته هناك ويصير يدور لحماء؟ يا جماعة الشيء بالعقل، هم لهم أشهر وهم بيخزنوا البترول في معسكراتهم في بيوتهم في وزاراتهم في كل مكان باسم السلطة.
أين 3 مليون الطن الذي من المملكة؟ وين 3 مليون الطن الذي من الإمارات؟ نعم يعني 6 مليون برميل. 6 مليون برميل أو 6 مليون طن، ما الله ما نداري كم برميل يعني بترول، و500 ألف طن قمح. نعم هو السؤال صحيح، أين هي؟ أين شربوها أو باعوها في عرض البحر والشعب يموت؟ وهذا هو الذي حصل طيلة 20 سنة. بس الشعب وبالأصح من 96 وجاء. هل سيظل هذا الحصار برأيك يعني سيظل هكذا أم سيكون له وقت وينتهي، أو كيف المخرج من هذا الحصار؟ كلا بنفسه بصيرة، على الشعب أن يفهم من هو المجوع له، ومن هو الذي جايب البطالة، ومن هو الذي مفقر له، ومن هو الذي مذل له، ومن هو الذي بيدخله في داخل الحبوسات والسجون ظلم وعدوان. ما عبه أكثر مما يضرب عليك إلى وسط بيوتك، مثل ما حاصل في أرحب وفي نم وفي الحيمتين وفي مدينة أو في حي الروضة في تعز وفي زنجبار. صحيح. من هو؟ جو من الخارج، دخلوا يحتلونا من الخارج أم مننا فينا؟ فالشعب يجب أن يعي ويذهن. أين دور الفئة الصامتة الآن اللي جالس في البيوت اللي دائما تستقبل فقط الإعلام الرسمي والكذب والتضليل؟ أين دورهم؟ هل يكفي فقط أنهم يدعوا على يعني الآن وصلوا ببعض الناس أن يقولوا يعني ما نشج لا علي عبد الله صلاح ولا نشج الثورة، تعبنا. الإعلام حقنا مثل الأفعى الرقطاء الذي تنفث بسمومها سواء بطريقة مباشرة وهو الحاصل هذه الأيام أو بطريقة الرقطة. نعم. إيه بهدوء وبلف ودوران، ولا الأمور واضحة، مع أن الإعلام الرسمي ملكنا جميعا يا أبناء الشعب اليمني، وليست ملك أو احتكار على علي عبد الله الصالح أو سلطته أو حزبه. فيجب أن يعوا الإعلاميين حقنا إذا كانوا صدق حقنا. طيب لماذا يكذبون على الشعب يعني طيلة هذه الشهور؟ محبوسين يا صالح، محبوسين داخل الشؤون العامة والتوجيه المعنوي وداخل قصر الرئاسة أو في داخل الحرس، محبوسين وبأوامر. من هم؟ الإعلاميين الذي بيكذبوا على الشعب والذي بيدخلوا في هذه البرامج الكذابة، المكياج والديكور ولا كان داخل إلا يمثل مسرحية أو فيلم، ما بتلاحظهم؟ نعم. طيب وإن كانوا هؤلاء قبل ما تحصل من قبل 6 أشهر. طيب السؤال كبير، لماذا ربط يعني هذا الإعلام يربط مصير شعب بشخص؟ تلاحظ في الإعلام نركز على جامع النهدين النهدين النهدين، والشعب يموت جوع، ومحرقة تعز، وجمعة الكرامة، بقية الدولة يعني 87 شخص لم يتكلم عنهم أبدا، لا نعرف أين مصيرهم، هل أحياء أموات؟ إنما ركزوا جهودهم على شخص علي عبد الله الصالح وعلى جامع النهدين، والشعب هذا يموت في 60 داهية. الشخص لا يفرع نفسه، الشعب هم الذي يفرعنوها والناس ويخلوه فرعان، والإنسان قرور بيصدق. هؤلاء هم من ضمن هؤلاء. هل ترى أن تأخير النص بسبب عدم فهم الشعب؟ نعم نعم، وتضليل الإعلام، تضليل الإعلام بالله عليك. طيلة 20 سنة، لا عاد نقولش كل الفترة في حكم علي عبد الله الصالح، طيلة 20 سنة الماضية، هل قد رأيت برنامج ثقافي ينفع المتفرج أو يستفيد منه المواطن اليمني أو توعوي ويستمر؟ ما بالله يا رقص يا غناء يا طب علي عبد الله الصالح، ما بالله يقولوا خرج الأخ علي عبد الله من الحمام، ما بالله ما لنا إلا علي. إيه ما لكم إلا علي. طيب شيخ نكمل ما تبقى بعد هذا الفاصل وحول الثورة مستقبل الثورة، لكن بعد هذا الفاصل مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من هذا الحوار.
مشتركي 2008 و9 و10 4 ريالات للدقيقة، مشتركي 2006 و7 3 ريالات ونصف للدقيقة، مشتركي 2005 ريالان ونصف للدقيقة، مشتركي 2004 ريال ونصف للدقيقة، مشتركي 2003 ريال للدقيقة، مشتركي 2002 نصف ريال للدقيقة، مشتركي 2001 الاتصال مجانا. خليك معنا تكسب أكثر. سبافون، أصالة وتواصل. الانتصار على الألم. شركة الجوكر للتجارة والمقاولات والاستثمار، بدأنا مشوارنا، وعدنا والوعد في دارنا حقيقة. وطموحنا ليس له حدود. امتلك فيلا أو شقة في مدينة الأمان السكنية بأقساط ميسرة وبدون دفعة أولى. مدينة الأمان السكنية، أحد مشاريع شركة الجوكر للتجارة والمقاولات والاستثمار لصاحبها محمد أحمد عبد رب اليافعي. على فكرة أنت معك الهارد حق الكنويس تعبان. هذه البطارية فرغت. البطارية؟ شغل يا لي. هاتف الغيث بطاريته تدوم 4 أيام و30 يوما للانتظار. أول هاتف يدعم الرسائل الطويلة ورسائل الوسائط. برافا، تقدم نحو الأفضل. المطرب، اشتري الجودة وراحة البال. الآن تواصل مع الأهل والأصدقاء مجانا مع سبافون. أعد تعبئة خط الدفع المسبق واحصل مجانا على 5 رسائل مع بطاقة توفير، 10 رسائل مع توفير بلاس، 5 دقائق و10 رسائل مع إكسترا، 10 دقائق و10 رسائل مع إكسترا بلاس. سارع لاغتنام هذه الفرصة وتمتع برصيد بلاس. للتفاصيل أرسل كلمة بلاس إلى 211 مجانا. سبافون، أصالة وتواصل. كل الأشياء من حولنا تتطور، أشياء تغير شكلها وزادت أهميتها، وبعضها قد خف وزنها وكثرت وظائفها، وأخرى قد صغر حجمها وزاد انتشارها. ولكن التطور الأكبر حين تجتمع كل هذه الأشياء في جهاز واحد، الويندو من برافا. أول هاتف بنظام ويندوز موبايل بشريحتين وبمزايا الكمبيوتر المحمول. برافا، تقدم نحو الأفضل. المطرب، اشتري الجودة وراء. أمون، الانتصار على الألم. اهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص مع الشيخ صادق عبد الله بن حسين الاحمر، شيخ مشايخ حاشد. شيخ، يعني اذا ما انتقلنا الى المحور الثالث وهو مستقبل الثوره الشعبيه